احتفلت كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مدينة مادبا بتذكار عيد الرعية خلال قداس إلهي مهيب ترأسه كاهن الرعية الأب فراس عريضة بمعاونة عدد من الأباء الكهنة. التقرير التالي ينقل لنا احتفالات الرعية بهذه المناسبة. بقداس إلهي مهيب احتفلت كنيسة القديس يوحنا المعمدان للاتين في مادبا بتذكار عيد الرعية. ترأس الصلاة قدس الأب أكرم مشربش بمعاونة الأب فراس عريضة والأب سالم لولس وخدام الهيكل بمشاركة جوقة الرعية بالتراتيل البهية المميزة بقيادة المرنم منتصر أبو جريس. حضر القداس عدد من المسؤولين ووجهاء المحافظة وجموع غفيرة من أبناء الرعية. بدأ القداس بكلمة ترحيب من راعي الكنيسة الأب فراس عريضة مرحبا بها بجميع الحاضرين المشاركين بالذبيحة الإلهية وبتذكار عيد الرعية، وشكر قدسه فضائية نورسات ممثلة بالدكتورة باسم السمعان على قبولها للدعوة ولتغطية القداس عبر شاشتنا العزيزة نورسات، وختم كلامه بالقول: يا معمدان يا معمدان أشعل فينا نار الإيمان. بحناجر قوية ملؤها الإيمان والشجاعة، يا معمدان يا معمدان أشعل فينا نار الإيمان، يا معمدان يا معمدان أشعل فينا نار الإيمان. وبعد قراءة الرسائل والإنجيل المقدس قدم الأب مشربش عظة القداس تأمل خلالها عن حادثة قطع رأس يوحنا المعمدان حينما وقف بوجه الملك هيرودس أنتيباس الأدومي وقال له: لا يحق لك أن تتزوج امرأة أخيك فيلبس، فكان أمر الملك بأن يقطع رأس يوحنا. وقال الأب مشربش: يوحنا وقف ليقول كلام الحق، فكان السياف هو الجزاء. وختم قدسه العظة بدعوة الجميع لحياة الحق التي سنحاسب عليها أمام الديان العادل. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعون قتل النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد معا. في عملي، في بيتي، مع عائلتي، مع أصدقائي، مع جيراني، في كنيستي، في رعيتي، واجب علي أتكلم في الحق دائما، أكون نبي على مثال الأنبياء وعلى مثال يوحنا المعمدان، لا بل أكثر من هيك، أصير أشبه المسيح أكثر، أتكلم بالحقيقة. لكن بيعلمنا القديس أغسطينوس شغلة مهمة جدا: قول الحقيقة يجب أن لا ينتقص إلى فضيلة المحبة. أنا اسمح لي أبونا، أنا هيك أسلوبي في الكلام، أنا أسلوبي سيء، أنا بزعل كل الناس مني لأن أنا بحكي الحق. لا، أطول بالك، أنت بتحبني بتتعامل معاي بمحبة ولا فيش فضيلة المحبة عندك؟ معناته أنا واجبي يكون عندي فضيلة المحبة واللطف، هاي من ثمار الروح القدس، اللطف. أعلن الحقيقة بأفضل أسلوب ممكن. نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وبعد العظة رفعت الذبيحة على نية أبناء الرعية بأن يكون معهم الله طوال أيام حياتهم بشفاعة نبيه العظيم يوحنا المعمدان. وفي الختام توجه الأباء الكهنة مع الراهبات لساحة الكنيسة ليتبادلوا التهاني مع أبناء الرعية على وقع أنغام موسيقى كشافة ومرشدات اللاتيني في مادبا.